اسمي امين محمود امام، شغال في السياره من زمان. انا شغال فيها وانا عندي 12 سنه، هي قديمه جدا وسموها الناس بتقول لك عشان هي مخرمه كده يعني وشفافه، الزهره اللي تحتيها ما فيش تحتيها سد. حسب الخامه اللي السياره عايزاها، لو دهب شغال دهب، لو فضه شغال فضه، نحاس شغال نحاس، ومراحل تصنيعها بيبقى سلك وبيتفصل كل يدوي. لكن بنشكله بايدينا وبنلفه بايدينا وبنصنعه بايدينا، انما المكن بقى اللي بيساعدنا اللي هو اللي احنا بنبسط عليه الشغل بنسحبه، وبعد كده كله على التسجه بتاعتي وعلى الرخامه بتاعتي. بيقولوا من قبل الفاطميين ومن ايام الفراعنه كمان، لان الفراعنه اصلا عملوا صياغه باليد كلها بدون مكن بدون اي حاجه. انا بصنع للبازارات ومحلات الصاغه اللي في الصاغه. تكلفه الماده الخامه بالنسبه للفضه غالية. الخامة النهاردة كنا الأول ب 250 جنيه بنجيب كيلو، في التسعينات الكلام ده، النهاردة كيلو ب 10 جنيه ونص.